قناة الجنة الفضائية تقدم. الدارقطني رحمه الله حصلت منه حركة تسببت في فتنة، نسأل الله المغفرة لنا وله وللجميع، وهو إمام كبير رحمه الله. كان يمشي معه أبو ذر الهروي تلميذه في السوق، فقابل الدارقطني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني رأس الأشاعرة، صح؟ لكن كانت له مواقف شديدة في الرد على الزنادقة وعلى العقلانيين وعلى كذا. فلما التقى به الدارقطني في السوق قبل رأسه، الدارقطني قبل رأس محمد بن الطيب أبي بكر الباقلاني، رأس أبي بكر الباقلاني، خلاص قبل رأسه. من يشوف؟ الهروي. مشينا، مش الدار الهروي سأل شيخه الدارقطني: من هذا اللي انت قبلت رأسه؟ قال له: هذا الباقلاني فعل وفعل. انتهت كذا، مشيت الأمور. الهروي رجع يدرس كتب أبو بكر، كتب أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ذاك أشعري. فانتقلت أشعرية الباقلاني إلى من؟ إلى الهروي. الهروي جاء وسكن في مكة، قريب من مكة، نزل في مكة وعنده روايات الحديث. صار المغاربة والمشارقة يأتون يسمعون منه الروايات الحديثية، أصح الروايات للبخاري وكذا من طريق الهروي، روايات الرواية التي اعتمد عليها ابن حجر في شرح فتح الباري صح صحيح البخاري هي رواية أبي ذر الهروي. هي رواية أبي ذر الهروي، خلاص. أبي ذر الهروي صارت عقيدة وعقيدة الباقلاني. فلما جاء عنده من يسمع منه الحديث يتلقى منه العقيدة، وكان هو سبب انتقال المذهب الأشعري من المشرق إلى المغرب عن طريق طلبة العلم المغاربة الذين أخذوا عنه. والسبب مين؟ غلطة الدارقطني. كان ينبغي للدارقطني أقل شيء أن يبين، يقول: أنا قبلت رأسه، أشكره لجهده، ولكن يحذر من عقيدته، صح ولا لا؟ سبب انتشار العقيدة الأشعرية في المغرب العربي هم الطلبة الذين أخذوا عن أبي ذر الهروي، وسبب أشعرية أبي ذر الهروي تقبيل الدارقطني لرأس الباقلاني. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Soutenez le projet Jenna TV et abonnez-vous pour voir les dernières vidéos.